ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان. في دولتنا هذا الصباح مواجهات متفرقة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، معارك عنيفة بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام في مدينة سراقب ومحيطها شمال غرب سوريا. مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يؤكد إحراز تقدم بين طرفي النزاع في المحادثات التي تستضيفها جنوس حول الأزمة الليبية. الرئيس الامريكي يهاجم فصائله السياسيين متهما اياهم بانهم غير نزهاء خلال المحاكمه التي كانت تهدف الى عزله. اوروبا تحاول طمانه دول غرب البلقان في موضوع الانضمام للاتحاد. رئيس الوزراء الايطالي يؤكد بذل الجهود لمواجهه السياسات الحمائيه الامريكيه. وارتفاع حصيله ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين الى 563 حاله وفاه. نبدا جولتنا من الاراضي المحتله، حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الى 4 خلال الساعات ال24 الاخيره في تصعيد وصدامات متفرقه مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في مناطق متفرقه بالضفه الغربيه. جاء ذلك فيما اعلنت قوات الاحتلال اعتقال فلسطيني بزعم تنفيذه حادث الدهس الذي وقع صباح امس في مدينه القدس المحتله، واسفر عن اصابه 14 جنديا اسرائيليا احدهم جراحه خطيره.